بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين نبتدي نحل مسائل على الملف الدائري. احنا في الفيديو اللي فات شرحنا الافكار اللي موجوده على الملف الدائري. لما يجيب لي مثلا ملف وسلك او ملف وثلاث اسلاك او ملفين وثلاث اسلاك او يجيب لي سلك مثلا يكون راسي او سلك يكون افقي، عرفنا الافكار بتاعت الاجزاء ديت. فبالتالي احنا عايزين نبتدي ناخد مجموعه من المسائل على الجزء ده بحيث ان احنا خدنا الفكره ونطبق عليها المساله تثبت في دماغنا ونعرف ازاي نحل في الامتحان. المسألة اللي قدامي بيقول لي ملفان دائريان متحدة المركز. طيب خد بالك من قبل ما يكمل، أنا عايز أديك معلومة هنا. أنا عايز طبعا بنتعلم مع بعض إزاي نفهم المسألة ونفهم المنهج صح. لما يجي يجيب لي ملف، إحنا اتفقنا أثناء الشرح إن القانون اللي بيحسب كثافة الفيض للملف هو بيحسب لي كثافة الفيض عند المركز، واتفقنا ليه؟ قلنا علشان المجال المغناطيسي عند المركز بيبقى مجال منتظم، وبالتالي اي مكان بعيد عن المركز القانون ده ما ينفعش يتطبق عليه، انا بس بطبقه عند مركز الملف. طب هو لما يجي يتكلم لي على ملفين، لو جاب لي مثلا الملف الاول زي كده، خلينا نبص بص عليه كده، قال لي ادي الملف الاول ماشي، افترضوا ان ده الملف الاول، وقام جاي جايب لي كمان ملف تاني منفصل عن الاولاني، ادي الملف اهو، وقال لي احسب كثافه الفيض عند المركز. في الحاله دي صعب عليا احسبها. ليه؟ لان ده القانون هيطبق عند المركز بتاعه هنا، والملف ده القانون هيطبق عند مركزه هنا، فالاثنين دلوقتي كل مركز فيهم بعيد عن التاني. بس خد بالك بقى، لما اجي اطبق القانون عند المركز بتاع الملف الاول ده، فانا في فيض عشوائي جاي لي من الملف التاني. ما هو الملف التاني ده بيعمل لي فيض منتظم في المنتصف وبيعمل لي فيض عشوائي حواليه، فهنا دلوقتي اصبح هنا في مجال منتظم اللي جاي من الملف ده، وفي مجال عشوائي جاي لي من الملف ده، وبالتالي انا مش هقدر احسب هنا عند المركز ده. نفس الكلام هينطبق عند المركز اللي هنا، في مجال منتظم جاي من الملف ده لان انا بتكلم عن المركز، وفي مجال عشوائي جاي من الملف ده. وبالتالي لما هيجيب لي مساله زي كده في الغالب بنسبه 99% لازم يكون الملفين كده. يكون الملفين كده يا جماعه، كده يعني ايه؟ يعني متحدي المركز. ليه؟ علشان لما اجي احسب المجال كثافه الفيض عند المركز، فانا بحسب كثافه الفيض المحصله بتاعه الملف الاول مع الملف التاني، وبالتالي الاثنين بنفس المركز فاقدر اطبق القانون عادي. لكن لو المركزين مختلفين زي كده مثلا ما اقدرش اطبق القانون للاسف. خلاص، فدي اول ملحوظه. الملحوظه الثانيه، خد بالك انا الملفين دولت قد بعض، مش شرط يبقى قد بعض، ممكن يبقى ملف صغير زي كده وملف كبير زي كده. خلاص، ادي الملفين اهو، بس المهم ان يكون الملفين برضو متحدين مركز. ادي المركز بتاع الملف الاولاني وهو نفسه المركز بتاع الملف الكبير. خلاص، طب دي ملحوظات الاول على اول كلمتين في المساله. ملفان دائريان متحدا المركز، الاول يمر به تيار. لا استنى بقى، احنا اتفقنا لما جينا مساله نظبط المعطيات. ليه؟ مجرد معرفتك للمعطيات هيمكنك ان انت تقدر تشوف المطلوب من غير ما هو يطلبه منك. طب تعالى نشوف، هو قال لك ملفين، يبقى انا هقسم السبوة. هقسم الجزء نصين كده، اقول الملف الاول وهنا الملف الثاني. الملف الاول قال لي ان بيمر فيه تيار 20 امبير، هقول له اي 1 بتساوي 20 امبير، كما كده، وعدد لفاته 350، الان بتساوي 350، طبعا ملهاش وحده، ونصف قطره 55 سنتي، يعني الار بتساوي 55، وما تنساش تكتب الوحده انها سنتي، وتعلم عليها كده علشان تعرف ان الوحده دي انا عايز احولها من سنتيمتر للميتر. طيب وبعد كده قال لك الثاني تياره 7 امبير، سهله، الاي 2 بتساوي 7 امبير، جميل. وقال لك عدد لفاته 600 لفه، الان 2 بتساوي 600 لفه، طبعا هنا ديت ان 1. بعد كده ونصف قطره 55 سم، الار 2 بتساوي 55 سم. عادي لما يكون نصف القطر ده هو نصف القطر ده، مش فارق معايا، هيبقوا الاثنين متحدي المركز زي ما وريتك من شويه. طيب قال لك احسب كثافه الفيض المغناطيسي البي ديت اللي هي كثافه الفيض عند مركزهما اذا كان مستواهما واحد والتيار في نفس الاتجاه. طبعا هما الاثنين بنفس نصف القطر، فلو انا جيت رسمتهم كده، ادي الملف الاول، الملف الثاني بينطبق عليه بالظبط لان الاثنين نفس نصف القطر بالظبط. خلاص، طيب انا عايز اجي عند المركز واحسب كثافه الفيض، قال لك التيارين في نفس الاتجاه. خد بالك، احنا متفقين يا جماعه ان لما يجي لي اي مساله عايز احسب كثافه الفيض الناتجة عن أكتر من حاجة، يعني عن ملفين، عن سلكين، عن ملف وسلك، عن ملفات وسلوك، لازم أول حاجة أعملها أحدد اتجاه المجال. طيب تعال نحدد اتجاه المجال، هنقول مين واحد،
اللي هو الملف الاول يعني. الملف الاول ادي اتجاه التيار بتاعه. قلنا في قاعده اسمها قاعده البريمه، دي اللي موجوده في كتاب المدرسه واللي احنا بنكتبها في الامتحان. لكن في المسائل لما اجي احل عايز اوفر على نفسي الوقت والمجهود. فقلنا بنيجي كده نعتبر دول هم اتجاه التيار، وده الابهام يعني هيبقى هو اتجاه مين؟ اتجاه المجال. لكن ديت ما نستخدمهاش في الامتحان يا جماعه، انا بس بستخدمها ليا انا في حل الاسئله. لكن لو هنتكلم بقى على القاعده الرئيسيه هقول نضع البريمه عند مركز الملف ونلففها مع اتجاه التيار اهو. لما لففها مع اتجاه التيار هتندفع للداخل السبوره، يبقى ده اتجاه المجال. ففي كل الحالات ميم واحد هيبقى اتجاه مجاله اكس. ليه؟ السهم جاي كده بيخترق السبوره، يبقى انا شايف ايه؟ مؤخره السهم. طيب لو كان التيار العكس، التيار كان كده يبقى ادي اتجاه التيار، يبقى ادي اتجاه المجال، يبقى انا السهم جاي لي كده، يبقى انا هشوف النقطه البوز بتاع السهم. طيب ده ميم واحد. طب وميم اتنين؟ قال لك ميم اتنين برضه اكس، ما هو قال لك التيار في نفس الاتجاه. طيب افهم من كده ان البي توتال المحصله بتساوي البي واحد زائد البي اتنين. طيب جميل جدا، ما فيش مشكله. هاجي اقول له بقى البي واحد هيساوي القانون بتاع الملف الدائري اهو، ميو اي في ان على 2 ار. هاجي اقول له ميو في اي واحد في ان واحد على 2 في ار واحد. الكلام ده هيساوي الميو ب 4 باي في 10 اس ناقص 7 مضروبه في التيار اي واحد بكام؟ ب 20 امبير. مضروبه في ان واحد بكام؟ ب 350 مقسومه على ال 2 مضروبه في ار واحد ب 55 وهضرب في 10 اس ناقص 2 علشان احول من سنتيمتر لمتر. في الحاله دي هيطلع لي ان بي واحد بيساوي كذا تسلا. البي 2 هحسبه بنفس الطريقه، ميو اي 2 ان 2 على 2 ار 2. ده الحل اللي بتكتبه في الامتحان حضرتك، انا ما بختصرش حاجه. ليه؟ علشان اعرفك ازاي تحل في الامتحان وتضمن الدرجات بتاعتك. هاجي اقول لك كده الكلام ده هيساوي الميو 4 باي في 10 اس ناقص 7 مضروبه في الاي 2 بكام؟ ب 7 امبير. مضروبه في الام 2 بكام؟ 600 مقسومة على 2 في الار 2 بكام؟ ب 55 في 10 اس ناقص 2. هيطلع لك من هنا البي 2 بتساوي كام؟ وما تنساش تكتب وحدة القياس اللي هي الايه؟ اللي هي التسلا. نبص عليهم كده. هنا مديني المحصلة في الحل على طول، طبعا احسبوها بالآلة الحاسبة الأمر سهل. هاجي أقول له في الحالة دي بي 1 بتساوي بي توتال بتساوي بي 1 زائد بي 2 هتطلع 14 في 10 أس ناقص 3 تسلا. طيب جه هو بقى كده احنا خلصنا المطلوب الاول. جه هو في المساله قال لك ايه؟ بعد ما قال لك احسب كثافه الفيض عند مركزهما لو كان مستواهما واحد والتيار في نفس الاتجاه. قال لك ثم احسب كثافه الفيض برضه في الحالات الاتيه: اذا دار احدهما بزاويه 180 درجه. يعني لو احد الملفين دار بزاويه 180 درجه. طيب انا افترضت الملف الاول اهو، الملف ده بيمر فيه تيار كهربي كده مع عقارب الساعة. طيب أنا لو جيت عملته كده اتجاه التيار هيبقى عامل إزاي؟ هيبقى عكس عقارب الساعة. يعني بمعنى أصح أنا لو جيت لففت أي ملف في الدنيا 180 درجة ده معناه إن اتجاه التيار بقى العكس. اتجاه التيار بيطلع من هنا من الطرف ده بيلف كده. بصوا أهو الطرف أهو بيطلع منه بقى بيلف كده، بقى بيلف عكس. وصلت الفكرة؟ يبقى هو لما كان مع عقارب الساعة اتقلبوا بقى إيه؟ ضد عقارب الساعة. ده معنى ايه؟ احدهما دار 180 درجه، معناه ان هعكس التيار في الملف اللي دار. طب انا اعكس اي واحد فيهم؟ بص اعكس واحد وكمل حل. هو قال لك ايه؟ اذا دار احدهما خلاص هثبت واحد واعكس الثاني. خلاص؟ طيب تعالوا نثبت مثلا مين؟ نقول مثلا ان الملف الثاني دار 180 درجه. هستفيد بيها ايه بقى يا معلم؟ قال لك كده ادي الملف الاول اتجاه تياره زي ما هو، وادي الملف الثاني اتجاه تياره كده. لو جيت نحدد اتجاه المجال بتاع ده هنلاقي كده التيار يبقى المجال داخل يبقى هنا اكس. لو جينا نحدد اتجاه المجال بتاع ده يبقى ادي التيار وادي المجال خارج يبقى هنا نقطه. خد بالك المركزين دول هما انا بس يعني فصلت الملفين علشان اقدر احدد المجال لكل واحد منفرد. افهم من كده ان ميم واحد هي عباره عن اكس، وان ميم اتنين اتجاه المجال بتاعها خارج من السبوره اللي هو نقطه. هفهم من كده ان المحصله بتساوي الكبير منهم ناقص الصغير. خد بالك بقى هنا ما ترجعش تعيد تحسب بي واحد من القانون تاني، ما انت حسبته هنا من شويه. طلع مثلا وليكن طبعا ديت مع ديت فيها 10 اس ناقص 5، هتحسبها وليكن مثلا نقول ايه؟ طلعت 8 في 10 اس ناقص 3 تسلا،
وهنفترض ان ديت مثلا 14 من 8 تبقى 6 في 10 اس ناقص 3 تسلا، خلاص؟ هنفترض انها طلعت كده، لكن انت احسبوها بالاله الحاسبه. طيب 8 في 10 اس ناقص تسلا، في 10 اس ناقص 3 تسلا، ده الملف الاول اللي هو ده، وده ب 2 طلع 6 في 10 اس ناقص 3. طب مين الكبير؟ في الحاله ديت قدامي بي 1 هو الكبير، يبقى انا هاجي اقول له كده بي 1 ناقص بي 2. اقول له كده 8 في 10 اس ناقص 3 ناقص 6 في 10 اس ناقص 3، وتحسب القيمه وتكتبها، وهرجع عيد تاني القيم ديت احسبها بالاله الحاسبه، احسبها بالاله الحاسبه، انا بس حاططها كده من دماغي، خلاص؟ يبقى انا بطرح الكبير ناقص الصغير واقول له كده واتجاهها في اتجاهها اللي هو اتجاه مين؟ اللي هو اتجاه المحصله يعني، في اتجاه المجال الناتج عن الملف ميم واحد. ليه؟ لان انا دلوقتي بقول الكبير ناقص الصغير، يبقى المحصله هتبقى في اتجاه الكبير. طيب ده بالنسبه للمساله الثانيه. طبعا المحصله كقيمه طلع كام؟ هقول لكم على القيمه عشان الناس اللي بتحسب. طلع 2 في 10 اس ناقص 3، 2 في 10 اس ناقص 3 تسلا. لما تيجي تحسب القيم دي وتكتبها بصوره صحيحه وتطرحها من بعض هيطلع لك 2 في 10 اس ناقص 3 تسلا. طيب جه هو كمل المساله قال لك ايه بقى؟ الحاله الثانيه انا مش هقول ان هم دار احدهم بزاويه 88 درجه، لا ده انا دورت واحد منهم بزاويه 90 درجه. لف واحد منهم بزاويه كام؟ بزاويه 90 درجه. طيب انا همسح بقى الحل ده كده ونيجي نقول ان الملف الثاني دار عندي بزاويه 90 درجه. علشان ارسمها على السبوره مش هنعرف نتخيلها صح، بس انا هرسمها لك ونحاول نتخيلها في الحقيقه كمان. ادي الملف الاول وادي الملف الثاني بقى عمودي عليه، بس طبعا ده نفس القطر بتاع الملف ده، اكاني بس ميلته شويه. بصوا يا جماعه كده، ادي الملف الاول وادي الملف الثاني. الملفين كانوا مع بعض كده، الملفين كانوا مع بعض كده ليه؟ كانوا متحدي المركز وفي نفس المستوى، اهو نفس المستوى، خلاص؟ طيب ده جه هو قال لك ايه؟ قال لك في واحد منهم لف 180 درجه، يعني احنا خدنا الملف ده ولفناه 180 درجه، عرفنا ان ده معناه ان التيار اتعكس، خلاص حلناه. قال لك بقى لا، ده الملف ده ما لفش 180 درجه، ده لف 90 درجه، بقى عامل كده. يعني ايه 90 درجه؟ يعني الملف بدل ما كان مستواه كده بقى مستواه كده. يعني لو افترضت ان دي هي الملف الاول وده الملف الثاني، فالاثنين في نفس المستوى اهو. انا لو جيت لففت ايدي مثلا، طبعا لفه كامله كده اهو، كده عكست اتجاه التيار، خلاص؟ طيب لو انا عايز الفها 90 درجه هتلاقي الملف ده بقى عمودي على الملف ده، خلاص؟ طيب لو جينا بصينا بقى على الملف العمودي، لو جينا بصينا على الملف ده، الملف اللي في الوش ده، اتجاه مجاله هيبقى كده، يا اما داخل للسبوره يا اما خارج من السبوره. طب الملف ده بقى اتجاهه يا اما يمين يا اما شمال، خلاص كده؟ نبص عليها كده هنا برضو مره كمان. طبعا الكلام ده هو ده اللي بيحل لك المساله، المساله ما فيهاش حاجه كلها تعويض مباشر، بس الفكره في ده. انا قلت ان الملفين متطابقين، لو عملناهم كده بقوا 180 درجه. لو جيت بقى عملت الملف كده، طبعا السلك مش مساعدني خالص يعني، لو جيت عملت الملف كده اهو كده زي ما انتم شايفين كده، اصبح دلوقتي عندي الملف الاصلي اهو والملف الثاني الفرعي اهو، خلاص؟ اتجاه المجالات بتاعتهم عامله ازاي بقى يا جماعه؟ طبعا خد بالك ما يبقوش عاملين كده، يبقوا الاثنين متحدين المركز، يعني الاثنين جوه بعض كده. ليه؟ علشان لما اجي احسب عند المركز يبقى المركز بتاعهم متحد، المركز بتاعهم هو نفس المركز، خلاص؟ فالاثنين بيبقوا جوه بعض كده يا جماعه، مش هيبقوا بره بعض، لان لو هما بره بعض ده كده بقى له مركز وده له مركز ثاني خالص، فلازم يبقوا الاثنين كده متحدين المركز، يعني ايه جوه بعض كده. طب تعالوا ناخد المجال ده، ناخد ده، مجاله فين؟ قال لك بص كده على السبوره، انا هفترض اتجاه التيار بتاعه كده يبقى مجاله داخل للسبوره يبقى اكس. طب تعالوا نشوف المجال بتاع الراجل ده، خدوا بالك مش هو قال لك ده 90 درجه؟ اهو دورته 90 درجه، فاصبح مجاله عامل ازاي؟ لو افترضت ان اتجاه تياره كده اهو، فيبقى اي اتجاه التيار يبقى اتجاه المجال، يبقى كده، يبقى في واحد داخل للسبوره والتاني كده، الزاويه ما بينهم كام؟ 90 درجه، يبقى ولا جمع ولا طرح، ده قانون الجذر. ومن هنا لازم اوجه نداء للناس اللي بتسمع الفيديو ده، اقول له علشان تفهم الجمع والطرح والقانون بتاع الجذر لازم ترجع تسمع فيديوهات الفصل الثاني كلها بالترتيب، علشان كل الحاجات دي اتشرحت في السلك المستقيم، وبالتالي مش هعيدها هنا تاني. فاصبح دلوقتي يا جماعه المجال الناتج عن السلك الاول اللي هو ده اتجاهه اكس، يعني داخل على السبوره. المجال اللي ناتج عن السلك الثاني انا مش هعرف ارسمه هنا، او بمعنى اصح انا ممكن لو قلت الملف الاول اكس فالثاني كده عامل عليه 90 درجه، خلاص؟ واحد جاي كده والثاني جاي كده عامل عليه 90 درجه، خلاص؟ يبقى هنيجي نقول كده ان بي و ان بي توتال هتساوي الجذر التربيعي لبي 1 تربيع مجموع عليها بي 2 تربيع،
وانا حسبت بيه واحد من شويه وحسبت بيه اتنين من شويه، احطهم تحت التربيه، وبقى انا كده حسبت بيه ايه المحصله، وما انساش هكتب جنبها تسله، وانا اقول لكم القيمه طلعت كام. القيمه طلعت 10 اس ناقص 2 تسله. القيمه طلعت 10 اس ناقص 2 تسله. طيب ده كده بالنسبه للمساله بتاعت الملفين المتوازيين والملفين المتعامدين، ودي مساله مهمه جدا لازم الناس تبقى عارفه الحل بتاعها، ولازم تبقى الناس متخيله الملفات بتبقى عامله ازاي في الحقيقه علشان تعرف تحدد اتجاه المجال، وبناء على اتجاه المجال بتعرف تجيب المحصله. خلاص كده؟ اتمنى يكون المساله مفهومه، وان شاء الله في الفيديوهات الجايه هنزل لكم مجموعه اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.